أهلا بكم. الآن نقوم بحل الجزء الأخير من المسألة الأولى من مسائل التفاضل والتكامل. سوف أعيد المسألة. السؤال يقول: المنطقة R تمثل السطح لبركة صغيرة عند كل النقاط في R وعند مسافة X من محور الصادات. عمق المياه يعطى بـ h الـ x يساوي 3 ناقص x. قم بإيجاد حجم الماء في البركة. إذا لنفكر في هذا، كما تعلمون الرسم المنظوري لهذا، هذا سطح البركة هنا وأنا أحاول رسم العمق. إذا عندما x تساوي 0 فإن البركة تكون بالضبط 3، أعتقد أنكم تعلمون هذا. يمكننا القول قدم أو أيا كانت الوحدة. ثم عندما x تساوي 2 فإن عمق البركة وحدة واحدة، ولإيجاد الحجم نفكر بنفس الطريقة. ماذا يشبه المقطع العرضي للبركة عند أي نقطة؟ حسنا، لنرى. إذا أردنا أخذ مقطع عرضي، لذا لنقول أن هذا، لنأخذ هذا المقطع العرضي للبركة، سوف أقوم بهذا بلون مختلف. أعلم أنه ربما سوف يربككم، هذا اللون لا يختلف كثيرا. إذا هذا أخضر. إذا الارتفاع على طول سطح البركة سوف يكون الفرق بين الاقترانين، ونحن نعلم أن الاقتران العلوي هو جي باي إكس، ونعلم أن هذا الاقتران السفلي هو x للقوة 3 ناقص 4x. إذا أردنا الرسم، دعوني أرى إذا كان بإمكاني رسم هذا المقطع العرضي. إذا نعلم أن هذا هو الارتفاع، آسفة، إنه العرض على طول سطح هذا المقطع العرضي. سوف يكون الفرق بين هذا الاقتران وهذا الاقتران، أليس كذلك؟ لذا إذا أردنا الرسم لنرى إذا كان بإمكاننا، إذا هذا نفس المقطع العرضي، عرضه على طول الاقتران العلوي. أعلم أنني أربكتكم، سوف يكون هذا الاقتران ناقص هذا الاقتران، سوف يكون جي باي إكس ناقص إكس للقوة 3 ناقص 4X. إذن جي باي إكس ناقص إكس للقوة 3 ناقص 4X. ماذا سيكون الارتفاع هنا؟ حسنا، السؤال يخبرنا أن الارتفاع للبركة أو عمق البركة عند أي نقطة هو 3 ناقص x أيا كانت x. إذن هذا سيكون 3 ناقص x. إذن مساحة هذا المقطع العرضي من البركة سوف يكون جيب باي x ناقص جيب باي x ناقص x تكعيب ناقص 4x ضرب عمق البركة، أليس كذلك؟ إنه عرض السطح ضرب العمق، إذن ضرب 3 ناقص x. إذن هذه المساحة لكل مقطع عرضي، ونحن نريد الحجم للبركة الداخلية. إذن نأخذ الحجم لكل من هذه الشرائح من البركة. إذا نأخذ المساحة لكل مقطع عرضي ثم نقوم بضربها بالعرض الصغير جدا لنحصل على شريحة صغيرة جدا. إذا نأخذ هذا ونضربه بدي إكس، ثم نأخذ التكامل، ثم نجمع كل هذه الشرائح من البركة من إكس تساوي 0 إلى x تساوي 2. إذن لنقوم بهذا، لنأخذ التكامل من x تساوي 0 إلى x تساوي 2،
مرة أخرى، هذا تكامل صعب حقا، أو هو شيء يمكننا القيام به خاصة إذا استخدمنا التكامل بالأجزاء، لكنه فوضوي قليلا. ولأنه لا يوجد لدينا وقت كافي هنا، لذا سأفترض أن استخدام الآلة الحاسبة مسموح هنا. لذا لنستخدم الآلة الحاسبة لتقييم هذا. إذا لنرى، هذه الآلة الحاسبة هنا. حسنا، هذا كان الجزء سي الموجود مسبقا في الآلة الحاسبة. يمكننا الضغط على مفتاح الدخول مرة أخرى والحصول على المدخل السابق، مفتاح الدخول. لأننا أدخلناه في العديد من المسائل، الفرق الوحيد بين ما فعلناه في الجزء سي والآن هو الآن بدلا من الجزء سي حيث كان لدينا مربع هذا التعبير، الآن هو ليس مربعا لكن سوف نضربه بثلاثة ناقص إكس، لذا لنقوم بهذا. إذن إذا ذهبنا إلى هنا يمكننا حذف هذا التربيع، نحن لا نريد التربيع، حذف. والآن أريدكم أن تنظروا إلى كيفية استخدام الآلة الحاسبة. إذن لندخل المدخل الثاني، إذن لندخل ضرب 3 ناقص إكس ونغلق الأقواس 3 ناقص إكس. ثم لنرى، لدينا جيب باي اكس ناقص اكس تكعيب زائد 4 اكس، أليس كذلك؟ هذا نفس الشيء كهذا، ضرب 3 ناقص اكس، والمتغير الذي لدينا في التكامل هو اكس، ونحن نأخذ التكامل من اكس تساوي 0 إلى اكس تساوي 2، والآن نضغط موافق. والآن ننتظر النتيجة، الجواب هو 8.37%، إنه جواب مقبول. إذن حجم البركة يساوي 8.37%. على أي حال، أتمنى أن تكونوا قد وجدتم هذا مفيدا. كل يوم سوف أحاول القيام بحل مجموعة من هذه المسائل. أراكم في التسجيل القادم.